قصص القرآن قصص القرآن. بطلنا مرة أخرى في قصة اليوم هو سليمان عليه السلام اللي كان نهار من نهارات قاعد حتى اللي جاه واحد من الطيور وقال له اللي هو شايف مدينة محفورة في وسط الصحراء ظهر البعض منها واختفى الباقي متاحها. قال له اللي هو شايف مبانيها اللي تبنيت كلها من الذهب والفضة. خاطب سيدنا سليمان الطير وقال له هزني لها. وهز سيدنا سليمان معاه جميع الجنود والجن والرياح الأربعة ومشاو حتى لين وصلوا لها. فرأى سليمان جزء من مبانيها ظهرت فأمر الرياح الأربعة فإنها تحفر الرمائل باش تخرج المدينة. امتنعوا ثلاثة رياح عن الحفر إلا الريح الرابعة اللي حفرت حتى لين ظهرت المدينة. تعجب نبي الله من المدينة ومن منازلها المبنية من الذهب والفضة وتخللها فلقى جمجمة أمسك بها وذرب عليها حتى لين نطقت. وقالها سليمان من أنتم؟ الجمجمة ردت على نبي الله وقتلوا نحن قوم قد أرسل الله إلينا نبيا منا كان يدعونا إلى عبادة الله فلم نستجب فغضب الله علينا وعذبنا. فقال سليمان ومن أنت؟ قالوا أنا ملك هذه المدينة. وسألوا سيدنا سليمان إذا يحب يحيه فقالت الجمجمة لا حتى لا أذوق سكرات الموت مرة أخرى كما ذقتها من قبل. ولكن أصر سيدنا سليمان اللي هو يحيه. وردت الجمجمة مرة أخرى بش إنه ما يحيوش ويتركوا فيما ماتوا. فتركها سليمان عليه السلام وخرج من المدينة وأمر واحدة من الرياح الثلاثة اللي امتنعوا عن الحفر إنها تدفن المدينة فدفنتها. القصة هذه تخلينا نسألوا برشة تساؤلات. شكون الطير اللي أخبر سيدنا سليمان عن المدينة؟ وشكون هما ثلاثة الرياح اللي امتنعوا عن الحفر وعليش؟ ونسألوا زيدة عن ماهية الريح الرابعة اللي أمرها سليمان باش تحفر حتى لين تظهر المدينة؟ وشكون هما القوم هذوما أصحاب المدينة؟ وشكون نبيهم؟ وباش عذبهم الله فدفنوا هكاك؟ وين مكان المدينة وشنوها اسمها؟ الأجوبة سهلة. الطير اللي أخبر سليمان عن المدينة هو الغراب والرياح اللي امتنعوا عن الحفر هما الرياح الشمالية الجنوبية والشرقية لأن الرياح الشمالية تسوق البرد والرياح الجنوبية تسوق المطر والرياح الشرقية تدفن الأرض. أما الريح الرابعة فهي اللي أمرها سليمان فحفرت حتى لين ظهرت المدينة هي الريح الغربية لأنها تحفر الأرض. والقوم هما قوم عاد نبيهم هو هود عليه السلام عذبهم الله بالريح الصرصار وخلى عذابهم يدوم 7 ليالي و8 أيام حتى لين دفنوا. ولعل الوظائف هذه اللي جاوبنا على السؤال متاع الريح الرابعة الغربية. وبالوظائف هذه نجمو نعرفوا أنه الريح اللي ما بين الرياح الثلاثة هي اللي دفنت المدينة مرة أخرى هي الريح الشرقية. بلاصة المدينة هي منطقة الربع الخالي في الجزيرة العربية في منطقة الرمال المتحركة. والعبرة من قصة اليوم إنه الكفر والإصرار عليه متنجم تكون عواقبه كان وخيمة ويكون عذابه أليم برشا. وإنه الإيمان بالله هو ثنية صحيحة لكل الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظيم. قصص القرآن قصص القرآن.